الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. وكأنه الملف الرئاسي اللبناني يسابق الوضع الاقتصادي اللبناني القابل على انهيار كبير في حال غياب أو استمرار غياب الاستقرار السياسي وخطط النهوض. اليوم الموفد الفرنسي جان-يف لو دريان يستكمل جولته السياسية على القوى اللبنانية أملا بأن يحقق خرق في هذا الملف الرئاسي عبر الحوار الذي يدعو له وإن كان بمختلف الأشكال. بدي رحب بضيفي، أهلا وسهلا فيك مدير عام وزارة الاقتصاد أستاذ محمد أبو حيدر. بدي أحكي أنا وياك بكتير ملفات اقتصادية هي جزء منها كتير متعلق بالسياسة وبالاستقرار السياسي، بس قبل اسمح لي لأن الموفد الفرنسي صار واصل على بكركي في هذه الأثناء، أشاهد صور مباشرة من الصرح البطريركي لوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان-يف لو دريان للقاء البطريرك. معنا زميلنا توني منصور يتابع جولة الموفد الفرنسي، تفضل توني. اليوم الثالث لزيارة البطريرك. نعم جوزيفين، كما ذكرت وصل في هذه الأثناء الموفد الفرنسي الرئاسي جان-يف لو دريان إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي في هنا في بكركي. هذه الزيارة يعني يستكمل فيها جولته على القيادات السياسية، وكما جرت العادة هناك محطة دائمة في بكركي للقاء البطريرك الراعي لنقل أجواء لقاءاته السياسية ووضع البطريرك في أجوائها، ولا سيما بعد أن التقى مختلف الكتل السياسية والأحزاب. اليوم يستكمل جولته لو دريان بلقاء الراعي عند الساعة 1:30. هناك غداء في السفارة الفرنسية مع بعض النواب، مع 4 نواب عرف منهم النائب عبد الرحمن البزري، ليستكمل بعد الظهر في لقاء مع السفارة السعودية مع 22 نائبا سنيا بدعوة من السفارة السعودية. إذن كما نرى يستقبل الراعي في هذه الأثناء الموفد الفرنسي جان-يف لو دريان ليضع البطريرك في أجواء الحوار، وربما لنقل رسالة واضحة من اللجنة الخماسية. أود أن أشير هنا جوزيفين أنه كان في الأمس كان أكثر وضوحا مع النواب 4 الذين التقاهم في قصر الصنوبر، وقال أن السعودية تؤيد الحوار، وكما أن الموفد الفرنسي دحض كل الشائعات حول أي خلاف بين فرنسا واللجنة الخماسية أو بين فرنسا والسعودية، ويعني جرى التأكيد أن الحوار سيليه دورات متتالية بجلسات مفتوحة، وأن الموفد الفرنسي لديه ضمانات أن لا يكون هناك تطيير للنصاب حتى انتخاب رئيس للجمهورية. هل سينقل هذا للبطريرك الراعي؟ هل هناك ضمانات بشأن الحوار سينقلها لو دريان إلى البطريرك الراعي لحث النواب المسيحيين إذا صح التعبير على المشاركة في الحوار؟ ولا سيما كنا لمسنا في الأمس رفض تام من حزب الكتائب اللبنانية ومن حزب القوات اللبنانية لأي صيغة للحوار. النائب سامي الجميل لا مجال للحوار مع فريق يكرس وصول حزب الله إلى سدة الرئاسة، وأيضا أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جاجة اعتبر أن الحوار هو مضي على الوقت، والآن الوقت قد حان لانتخاب رئيس للجمهورية والذهاب إلى جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية. نعم. هل سينقل ضمانات لو دريان للبطريرك الراعي لحاس النواب المسيحيين؟ سوف ننتظر. في المرة الماضية كان هناك تصريح من بكركي لو دريان، سوف ننتظر إذا هذه المرة سوف يصرح بعد لقائه الراعي. نعم توني، نتابع معك الصور مباشرة من الصرح البطريركي لبداية هذا اللقاء بين البطريرك الراعي وإلى جانبه المطران بولس الصياح والموفد الفرنسي جان-يف لو دريان الذي وصل للتو. طبعا نحن سنتابع معك توني في حال أراد لو دريان أن يتحدث بعد هذا اللقاء، وعلما بأنه في مجموعة تأكيدات اليوم لفرنسا في هذه الجولة أنه موقفه هو يحاكي موقف اللجنة الخماسية وليس موقفا مستقلا، وأن اللجنة الخماسية تدعم هذا الحوار لبضعة أيام على أن يليه مباشرة جلسات مفتوحة كما يحصل في الفاتيكان لانتخاب البابا.
كذلك الأمر. هكذا شبه يعني المعنيون بشأن الملف الرئاسي الرئيس بري أولا وثانيا الموفد الفرنسي أنه سيحصل نفس الأمر في لبنان، يعني أي سيدعو الرئيس بري إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية. توني عم نشوف هلأ صورتك، كنا قبل شوية عم نشوف صورة اللقاء. نعم تفضل. نعم جوزفين، يعني كما نعم نعم جوزفين كما تذكرين يعني كنا ذكرناهم في الأمس أيضا حول الضمانات التي قدمها لودريان للنواب بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية وألا هناك تطير للنصاب، وهذه الضمانات قد ننقلها كما ذكرت للبطريرك الراعي لي حث النواب المسيحيين على المشاركة، ولا سيما أن الكتل المسيحية رافضة للحوار مع ليونة مبدئية من التيار الوطني الحر بالمشاركة بالحوار شرط عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية. كان في الأمس هناك لقاء مع نواب بعض نواب التغيير نقل لهم هذه الضمانات، وأيضا زار معرب وزار بيت الكتاب والمركزي وسمع بوضوح رفضهم للحوار. هل هناك ليونة بعد هذه يعني بعد هذه اللقاءات؟ لا ندري، ولا سيما أن هناك اجتماع اليوم في دار السفارة السعودية في اليرزي مع نواب السنة، ربما هناك رسالة واضحة من السعودية واللجنة الخماسية للنواب للمشاركة في الحوار، وبالتالي قد تكون تأمن النصاب للحوار. يعني سوف نستمع إذا كان هناك تصريح لودريان بعد لقائه الراعي. جوزفين. نعم توني، والجديد ذكره حضرتك، يعني أنت تابعت امبارح الجولة، وكمان أنه الرئيس بري يبدو أنه سيقوم بالحوار شو ما كانت مواقف الكتل، يعني هو مصر على فكرة الحوار. واليوم ننتظر أيضا، ستتابع أنت كمان جولة لودريان وصولا إلى بعد الظهر باللقاء المهم جدا الذي سيعقد في دارة السفير البخاري بحضور لودريان مع مجموعة من النواب السنة. ننتظر من هذا اللقاء شو رح يكون المضمون والرسائل خلف هذا اللقاء. توني نحن سنتابعك بكل هذا النهار، شكرا لك على هذه الرسالة، وبنرجع لك لما يخلص هذا الاجتماع. صباح الخير مجددا. صباح الخير. كل هذه الجولة اللي هلأ عم تصير لأحداث خارق لانتخاب رئيس جمهورية، على أمل أنه السبق بين انتخاب الرئيس والانهيار أنه نحن نسبق بانتخاب الرئيس ونوقف الانهيار ونطلع بورشة النهوض. ليه في كتير كلام عن هذا السبق؟ شو ناطرنا في حال ما كان في استقرار سياسي وبداية نهوض؟ أول شيء صباح الخير أكيد لألك ولجميع المشاهدين. اليوم ما فيك تفصل السياسة عن الاقتصاد، هي كالعربة والحصان. اليوم على الورقة والقلم غياب الاستقرار على كل المستويات ولد غياب ثقة. غياب ثقة بيمنع أي استثمار يكون على المستوى الاقتصادي. ليش اليوم أنا وياكي إذا معنا قرشين صغار بدنا نحطهم بالبنك ما بنروح بنحطهم؟ ليش اليوم إذا أنت عندك دواء ناقص بتروحي بدل ما تشتري واحد تشتري أربعة أو خمسة؟ بتضلك خوفين ينقطع. اليوم غياب الثقة بيولد هيدي الأمور، بتبلش الأمور بالشكل قبل ما تروح على المضمون. وهل يكفي بس انتخاب رئيس تتكون انحلت أمورنا الاقتصادية؟ أكيد لا. ولكن هل بغياب رئيس الأمور أصعب؟ إيه أصعب بكتير. أولا بدنا انتخاب رئيس اليوم قبل بكرة. اثنين تجي حكومة مؤمنة بالإصلاحات المطلوبة لترجع تكسب ثقة المجتمع الدولي وتقدر تجذب استثمارات على أساسها لهذا البلد. ثلاثة وبالتأكيد اليوم يكون حكومة قادرة فعالة، ما نكون حكومة تصريف أعمال لأنه اليوم عندها صلاحيات محددة. كيف بالأحرى بغياب رئيس جمهورية؟ ما فينا نفصل سياسة عن الاقتصاد بالتأكيد، لأنه أحد أهم عوامل الاستقرار ببلد مثل لبنان هو الاستقرار السياسي. وكلياتنا كنا نشوف عند انتخاب رئيس، عند تشكيل حكومة، كيف ينخفض سعر صرف الدولار ويطلع بغض النظر أنه كان مصطنع، طلوعه ونزوله بكل الأحوال. لكن هلأ إذا بدك شوي بالسياسة الهدية دقيقة أكثر رح أحكي معك بكثير من هول الملفات بالتفاصيل، لأنه بحديث سابق بيناتنا كنت عم تحكيني شوي عن الدولار، أنه ليش هالقد مصطنع صعوده وهبوطه، وعن إمكانية أنه الوصول إلى هبوطه بحال استقرار سياسي. هلأ بنشوف كيف. بس طالما عم تحكيني عن الثقة وأنه هي السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، كنتوا من فترة وحاكم مصرف لبنان ووفد وسيم منصوري ووفد، حضرتك كنت موجود، كنت بالمملكة العربية السعودية، شاركتم بمؤتمر لحكام المصارف العربية هناك، وقمتم بلقاءات صندوق النقد العربي
وحكيت عن اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية، اتفاقيات تجارية كنت حكي عنها سابقا، وكانت المملكة حاكي عنها سابقا، بس ناطرة شو؟ ثقة؟ ناطرة استقرار؟ ما في أدنى شك. اليوم أول شيء نحن قبلت أنا اللي بكن له كل الشكر والمحبة على كل هيك ثقته ومحبته للبنان السفير وليد البخاري. اليوم اجتمعنا نحن وياه، ايه اكيد كان في اتفاقيات تجاريه بحدود 22 اتفاقيه، كل اتفاقيه بمجال محدد، في اتفاقيه بنطاق التعليم، في اتفاقيه بنطاق الاسكان، في بالشؤون الاجتماعيه، بالاقتصاد، بتوصلي للامن وبتوصلي لكذا شغله محدده بحكم الاتفاقيات. ما في ادنى شك اليوم عمليه اي اتفاقيه بين اي طرفين، خلينا نشيل الدولتين، نعم، اهم شغله تقدر تسبب فشلها او نجاحها هي الثقه. نعم. يعني اذا انا بوثق فيك بقدر اوصل لديل انا وياك، اذا ما بوصل، اذا ما بوثق بتصير عندي كثير عراقيل. جزء من الثقه اليوم بيعكسه بارت بالسياسه مثل ما بلشتي اللي هو الاصلاحات، وانا كان لي جواب بهذا الموضوع بالمملكه العربيه السعوديه لما سئلت انه نحن اليوم جايين تنطلب المساعدات، قلت خليها دولتي تحل اول شيء المطلوب منها، نرجع نحكي بالباقي، لانه حتى هيدي الاتفاقيات اذا جينا حكينا بالقطاع المصرفي او الاستثماري، يعني انتم حتى مش قادرين تطلبوا مساعده إيه؟ لانه اصلا لبنان بعده ما انجز الاصلاحات. الاصلاحات مطلوبه، هي مثل واحد مثل ما بيقولوا ما بتمشي هاي بدون هاي. اليوم في بارت مطلوب تستعيد الثقه. طيب كنا باتحاد المصارف العربيه، طيب اليوم انا شخصيا تساليني انا مع اليوم يكون في مصارف جديدة بالبلد، هيدا وجهة نظري، ويمكن بيكون غيري عنده غير وجهة نظر بهالموضوع، ولكن مش لازم قبل كل شيء في عندك جرح عم ينزف بدي جمله، لا خليني وقف النزيف فيه. طيب ما لازم اعمل اعادة هيكلة مصارف؟ واحد. ما لازم احكي بخطة التعافي المالي والاقتصادي؟ اثنين. ما لازم يكون عندي الكابيتال كنترول؟ ثلاثة. طيب بكرة انا بيجيني مصرف بين دولار ودولار، يعني شو هالبلد اللي عنده اربع خمس عملات وست سبع اسعار صرف هلا عم ينزلوا شوي شوي، وبلكي اذا بتسمحي لي نحكي شوي بمنصة بلومبرغ، نحكي شوي قديش ممكن نكون رايحين على بمكان ما على توحيد بسعر الصرف. ولكن غياب الثقة بيأثر على القطاعات كلها، بيأثر على الاتفاقية التجارية. بالتأكيد اليوم المملكة العربية السعودية ما بتكن إلا الحب والاحترام لهالبلد، والعكس موجود، ولكن بس نحل هودي الإصلاحات. نحن اليوم عم نحضر درافت في إذا الله راد 22 اتفاقية بقيمة قد إيه كل وحدة بتفرق قديش بتستثمري فيها، يعني ممكن إحدى الاتفاقيات توصل لمليار دولار إذا بتقدري أنت بتشتغلي على أساسها، ولكن اليوم المطلوب إذا الله راد نحن قريبا بيكون في العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، من بعدها إن شاء الله أكيد بنوجه لهم كل التهنئة والمباركة قيادة وشعبا، ولكن من بعدها إذا الله راد رح أطلب موعد من سعادة السفير وحأرجع أطلع عنده بناء على الحديث السابق اللي كان بيننا وبينه. حضرنا مشروع درافت إذا بدك بهالاتفاقيات لعرض عليه، وكان في لقاء له حتى مع الوزير أمين سليم وانبحث بهذا الموضوع سابقا، كمان كمان موضوع الاتفاقيات التجارية. طيب قبل ما انتقل لمنصة بلومبرغ، وكيف عم بتحاولوا أنت كمان بالمصرف المركزي، يعني أنت مدير عام والاقتصاد هو حكما عضو بالمجلس المركزي، صحيح؟ وبالمصرف المركزي بدي أسمع منك هلأ كيف عم توحدوا سعر الصرف، يعني كيف عم بيقلوا إذا بدك يعني سعر صرف الدولار، وقصة منصة بلومبرغ وشو هن القرارات اللي بدو ياخدها وسيم منصوري، كيف رح يكمل المشوار؟ بس قبل خلينا نخلص من شق السعودية بالمؤتمر، شو رجعتوا بشو؟ لأنه سمعنا وقرأنا انتقادات أنه وسيم منصوري ولا وفد لبنان رجع ب ولا شيء. هلأ خلينا نبلش أول شيء بالشكل، أنه ما راح يجي، يعني كان عم نقول أنه لا شو لا. رايح يعمل ويجيب معه يعني دعم للبنان، يعني رجع رينا أنه سلته فاضي. اليوم أولا الحضور هو كمان بدعوة مشكورة من اتحاد المصارف العربية، وبالتالي اليوم كان في على هامشها أكيد لقاء مع محافظ المصرف المركزي السعودي على هامش اللقاء، يعني إذا بدك والافتتاح، كان في لقاء كمان مع صندوق النقد العربي واللي كمان من المفترض يكون في تواصل مباشر وسريع مع المصرف المركزي، ولكن هل كان بالأصل رايح وسيم منصوري ليجيب مساعدات؟ لا،
يعني خلينا كمان ما نحمله لوسيم أكثر من اللي هو بيحمله بهذا الموضوع، أو نعطي الحجم الأكبر للقلق. لا مش هالقد، ولكن بالشكل بقلك ممتازة بالتأكيد هيدي بتأثث اليوم لخطوة ثابتة اليوم بالتعاطي مع الجميع. لبنان ما ممكن يكون غايب عن الأفريقاء العرب، لبنان ما ممكن يكون غايب بالتأكيد عن المملكة العربية السعودية، لأنه اليوم كلياتنا بنعرف أنه إعادة جذب استثمارات على البلد بتبلش من الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتأكيد المجتمع الدولي. ولكن نرجع نوصل على نفس الجملة الرئيسية بغياب الثقة. نعم. حلخص لك إياهم بخمس كلمات. نحن اليوم بحاجة إلى ثقة. الثقة بدها إصلاحات، الإصلاحات بدها IMF، IMF بيجذب استثمارات، بتخلق فرص عمل وبتحصن وضع الاقتصاد بالبلد. امبارح قرينا على سيرة IMF أنه خلص أنهيتم فرص الاتفاق مع IMF. والله أنا بصراحة هذا الأسبوع ما كنت يعني موجود، ودائما عندي تواصل دائم إذا بدك مع IMF بشكل شبه أسبوع، عندي تواصل مع الفريق العامل هون، مفترض إذا الله راد أتواصل أنا وياهون. ولكن هل يعني عفوا على التعبير، شو البديل اليوم؟ أنا اليوم برجع بكرر، هناك ناس كتير بتسأل بتقلك هي 3 مليار 4 مليار دولار ما بيأثروا شي بالسوق، نحن جبنا 7-8 مليار دولار بالسياحة وبالصيفية، ما في أدنى شك هيديك كتير مهمة، ولكن ما بتدخل بالعجلة الاقتصادية. أنا بحاجة اليوم لختم، هيدا الختم هو ختم IMF. 3-4 مليار دولار بيعطوا كريديبيليتي للدولة، بيعطوا مصداقية للدولة. 3-4 بيجيبوا 12 مقابلهم، لأنه بتصير بتقدر تستثمري ببلد. خليني بسطها شوي لما نضلنا عم نحكي بكتير شيء نقدي. إذا أنت قاعدة عند بيت أجار وصارك سنة ما عم تدفعي أجار، لا الدكنجي حيدينك ولا اللحام حيدينك ولا حدا حيدينك. أنت اليوم غايب المصداقية عن هالدولة. بدها مصداقية، بدها IMF بروجرام. بنخلص IMF بروجرام بتصور هي أفضل عملية سريعة جدا لجذب استثمارات على البلد لتبلشي تطلقي خطة الاقتصاد بهذا النطاق. بس في حدا كتب، صحفي زميل كتب امبارح على تويتر أنه انتهى الاتفاق مع IMF، كأنه نعي يعني. هل اليوم المسار التفاوض مع IMF بعده يعني وينه؟ برجع بكرر، ما عندي معطيات بالمقابلات اللي شافوها، لأنه أنا كمان بده يكون عنا مصداقية نحن وعم نحكي، ما عندي أي معطيات. ولكن أنا عم بيجي أقول في حال انتهى عندهم بديل اليوم بالبلد يقدروا يعملوه؟ أكيد لا. فبرأيي أنا لازم يكون بدنا IMF اليوم قبل بكرة، ونمضي قدما بالقوانين المطلوبة من IMF لنقدر، لأنه نحن عفوا بدك تشوف قد الطبقة السياسية قادرة تعمل هذا الشيء أو بدها تعمل هذا الشيء. بالتأكيد اليوم عندي شغلة في عمل شيء بسموه Staff Level Agreement SLA، اللي هو مثل إعلان نوايا المضوا بين الطرفين. اليوم بدك تمضي الاتفاقية، في قوانين مطلوبة، هيدي القوانين اليوم نطلب من كل الدول بينزلوا يشرعوهم ويمشوا فيهم حتى نكمل بموضوع IMF بكل بساطة. طيب لا يعني بانتظار لنشوف قديش بدها تتهرب بعض الطبقة السياسية من يعني إنجاز هذه القوانين، أقرار هذه القوانين الإصلاحية، أو أنه تدور حولها مثل ما قلها بالعادة وتفريغها من مضمونة. كنت بقطر عم تحضر لإكسبو قطر، وكنت بلندن وعم يعني عم تسافر كتير، أنه خبرنا شوي عن هذا الموضوع قبل ما انتقل لموضوع وسيم منصوري وقراراته، وشو رح يصير ببلومبرج اللي كانت صايرة فوق معاشات القطاع العام. إكسبو قطر اليوم نحن سيد جوزيفين، أول شيء بلدنا بيستورد 86% من حاجاته، يعني بلد مدولر، يعني أي ارتفاع أو انخفاض بسعر الصرف شو بيأثر على القدرة الشرائية عند المواطن. يوم المواطن ليه فلتت الأسعار؟ ليش وصل التضخم لأكثر من 250%؟ نتيجة كمان تدهور العملة، غير عن عديد من الأسباب، ولكن أهم هي تدهور العملة. طيب بيجي بتطلع أنا اليوم مقابلة، تعرفي خلال هيدي الأزمة في هيك بيقولوا دايما في light at the end of the tunnel، آخر هيدا بتطلع في باركة ضوء صغير. نحن بعز الأزمة بال2021 سجلنا 3550 علامة تجارية محلية أو بالأرقام بقلب الوزارة. السنة الماضية بال1800 علامة تجارية، صرت عم بتلاقي بديل كل منتج موجود محله منتج محلي. طب هيدا المنتج المحلي اليوم كيف بدي أمن ثبات لكل مزارع وصناعي موجود بهالبلد؟ كيف بدي أمن له حضور هون إذا ما بفتح له أسواق برا ليصدر؟ نحن السنة الماضية أعلى نسبة صادرات على الاتحاد الأوروبي، وصلنا لل600 مليون يورو.
هلا وبين هلالين بقول انا بتعرفي بصادرات الاحشاء والمصارين عملنا ما يقارب 30 مليون يورو بيعتشوا منا 1200 عائله. اي قلت لنا طيب هيدا شيء يعني اليوم تتشوفي قديش بصير في طيب هيدا الاكسبو اليوم شو هدفها؟ تقولي لكم مزارع ولكم صناعي بعده مآمن بهيدا البلد ما سكر وفل، انا حاضر افتح لك اسواق عمل وتصدر صادراتك لبرا ومنتجاتك لبرا وفقا للمواصفات المطلوبه حتى فعلا اليوم نكون حاضرين. مقابيل كل منتج لبناني سيد جوزيفين عم يتسوق بالخارج في مقابيله زراعي وصناعي مثبت بارضه. هدفنا نعمل هيدا الشيء بالتاكيد لا وبل اكثر، هيدا واجبنا نعمله. وعم بتقول انه هذه هي الانتاجات اللبنانيه عم توصل للخارج عم تزيد بعد الازمه، لانه هذه الازمه صارت فتحت مجالات للعمل فرص اكثر للناس، لانه كانت الناس حاطه مصرياتها بالبنك عم تقبض فايده، هلا لقيت انه ما بدنا البنك بدنا نشتغل فيها. ليكي اليوم لما بيوصل كان بوقت المصارف بيعطيكي 15 و20%. الناس بتعرفي بيقولوا دائما بلغه بيقولوا بالاستثمار في شيء بسموه ROI ريتيرن اون انفستمنت، يعني قديش بستثمر قديش برد لي. كان اسهل شيء لهم يحطوهم بالبنك بيجيهم 20% ربح، في اعطيني مؤسسه بتعمل كونفرجن 20% ربح باول فتره صح. مستحيل. فهلا اذا بتسمحي لي هيك بس بدقيقه تفضل. نحن كنا عايشين على المثل القائل اشتريته لتربيته. عايشين من السنه 92 لهلا بفيك ايكونومي موجود قدامي ماسك، هيدا الماسك اللي ما عم بيخليني اشوف هو دولار 1005 بالنسبه لالي، ليش بدي اجي اعمل هالقلم؟ انا خاف بستورده دولار ب 1005، من هيك كان دائما المستورد ارخص كثير من المنتج المحلي. سقط هيدا الماسك اللي هو الدولار 1005، بينت عيوبي بكل شيء بالمواصلات، بالاتصالات، بالبنزين، بالكهرباء، بالاكل، بالشرب، بكل شيء. اليوم ما حين الوقت ان نطلع على اقتصاد منتج بالاضافه للخدمات اللي لبناني بيتغنى فيها. هل من المقبول اليوم بالموازنه الجديده اللي اقرت من كم يوم تكون موازنه وزاره الزراعه بتقارب 0.8% من الموازنات؟ اقل من 1% اليوم نسبيا لهيدي الموازنه. ما بدنا نطلع كيف بدنا ندعم هالصناعيين اللي بعدهم موجودين اللي اليوم كانت فاتوره الكهرباء عندهم بتتداول من 15 ل 25%. هيدي كل هيدي الامور سيد جوزيفين بتدلك انه ايه حان الوقت اليوم نبلش نفكر كيف ننتقل تدريجيا من اقتصاد ريعي لمنتج مع الابقاء على الخدمات المطلوبه لهيدا البلد. طيب بالموازنه اللي جاي في مجموعه ضرائب عم تندرس، لانه قبل بمسألة الدعم كمان كان في كثير انتقادات على أنه الدعم أنه بدل ما ينحط بس مثلا على كم سلعة اللي هن ضروريين للحياة صح انحطت على قصص مثل الزعفران والما بعرف شو يعني صح؟ صح الدعم سيء جدا جدا أكيد صح. هلأ عم ندرس أنه نحط ضرائب على مجموعة من السلع. بدي اسمع منك هلا في كلام انه في اجتماعات تعقد في وزاره المال لرفع الضرائب على عدد من السلع بين المشروبات الروحيه والدخان. اوكي بدي اعرف منك. اوكي اول شيء امبارح انا وصلني كتاب من معالي وزير المال طلب مني ننتدب شخص من الوزاره تيكون موجود مع هاللجنه. اليوم الماده 74 من قانون الموازنه بال 2022 اللي أقرت فرض زيادة 10% على كل البضائع المستوردة انتبهي والتي تصنف بالفاخرة أو إلى بديل محلي لحماية الإنتاج الوطني. نحن أبدينا ملاحظات بوقتها مباشرة وعفوا بناء على اقتراح وزراء المال الصناعة الزراعة، يعني نحن غير موجودين بالموضوع. نعم إذا بتقولي لي هدف حماية الإنتاج الوطني بقول لك 100% أنا حد من هون لقد ما بديك، ولكن اليوم مين بيصنف لي شو هي البضائع الفاخرة بالبلد؟ أنا وياك يمكن نطلع بهالفنجان، أنت تشوفيه فاخر أنا أشوفه لا، والعكس صحيح، موضوع شائك كتير كبير، ولكن هل من المطلوب إنه ترجع ب 2022 استيرادة ل 19 مليار دولار واليوم سكرت نص السنة استيراد بقارب 9 مليار دولار، يعني تقريبا بعدني ما غيب عني موضوع الاستيراد السابق؟ أكيد لا، بالتأكيد هيدا الموضوع دولة عم بتعاني من عجز ميزان تجاري، ميزانية الدولة وميزان مدفوعات
تبعتي كيف بدها تقلع اليوم؟ ايه مفروض يوصلنا كتاب بهذا الموضوع حنحط راينا. للاسف دائما بتتوجه الضرائب على المحل الخطا. هذا محل خطا برايك؟ انا بالنسبه لي لحمايه الانتاج لبعض حمايه بعض الانتاج المحلي انا معهم بالتاكيد، ولكن اليوم في عندي كتير امور بقدر زيد فيها ضرائب، ما بتطال شريحه محدده. موصل لاول جمله قلتها ست جوزيفين، نستورد 86% من الاكل، يعني انت عم بتحطي على ضريبه موجوده بكل بيت. ايه لا بس قصدي عن الكماليات مش عن كل شيء. الكماليات معهم 100% لازم ينحط عليهم ضريبه، ما يعني بقصد مثلا في بلد عنده ازمه وعنده عجز، في ارقام انتم سمعناها منكم انه لا استيراد مثلا سومو فيمي وسيجار. معك حق انه الارقام يلي اندفعت على استيراد هول السلع يلي هن مش بكل بيت، صحيح ارقام هائله ويخوت قديش فات على البلد وقديش. اذا بدك تبلشي هي فيني اقول لك في 35 مليار دولار تسكروا ودايع لناس، هدول على حساب مين؟ على حساب مين هو؟ حساب كل الشارين فيهم كمان كماليات في سكروهم، في ناس كانت عم بتفلس اجوا سكروا رجعوا راحوا اشتروا محلهم كماليات قد ما بدك. هيدا الموضوع بالتأكيد إذا بتسمحي أكيد أنا مع فرض رسوم على الكماليات، لأولا جيب مصاري للدولة لما يضل مصرف لبنان كل آخر شهر كيف بدي يجيب لهم معاشات للموظفين؟ مش شغلة مصرف لبنان يجيب معاشات للموظفين. فيني أش إنه شو هي الكماليات؟ لأنه هيدا الموضوع هلأ اللي عم نحكي فيه أنا وياك انطرح كمان بعز الأزمة وكمان كان في نقاش حوله، صحيح. انه انتو عم تفرضوا مثلا ضرائب زيادة على المشروبات الروحية لنفترض هيك، وهيدي بتعنى مشاريح كبيرة من الناس، صحيح، يعني ومنهم من يعتبرها على القليلة يعني قسم منها مش كله، انه في بتعرف هن بالتدرج يعني من الرخيص للغالي، انه هي مش كماليات، منهم من يعتبروها هيك. انا بدي ناقش انا وياك هيدي النقطه تحديدا، انتم كيف شايفينها؟ هلا انت ما لقيت تناقشيني الا بالمشروبات الروحيه، انا ما عندي المام فيها بشكل عام، بس حاحكي انا مش عم بشكل عام، انا مش لحظه انا مش عم بحكي كشخص، انا عم بحكي كمسؤولين 100% انه انتم كيف عم تتعاطوا مع هيدي المساله هيك قصدي. انا ما عاد بالعكس هيدا بيكي بس تمريقه صغيره اليوم ست جوزيفين بالتاكيد. انا بتساليني بقول لك مع فرض رسوم على الكحول وعلى السكريات وكل شيء شرط يروحوا هيدول لمرضى السكري ومرضى الضغط ومرضى القلب وكون عم أمن لهم مقابيلهم ادويه، هيك ساعتها بكون عم بحكي سياسه اقتصاديه صحيحه. ولكن اليوم برجع بكرر كل شيء هيدي الساعه فيك بساعه بتبلش عندك مثلا لسلم جدل من 100 دولار توصل ل 100,000 دولار. طيب بيجي بقول انا الساعه كماليات؟ لا. اوكي السيارة كمالية ولا لا؟ بس في سيارة كماليات. خليني اجي اقول هون هيدا اللي في أنا عندي بارت أقوله. اليوم انا ما بمس بشكل شريحة اللي هي ميسورة. في سيارة حقها 10,000 دولار وفي سيارة حقها 100,000 دولار. ساعة برجع بكرر نفس الجزدين، وانتبهي كلهم بفوتوا على نفس الاتش اس كود، يعني بالجمارك لما بدك تستوردي سلعة بقولوا لي شو الاتش اس كود؟ هيدا القلم ما بدنا نفوت بتسمية براندات، بس هيدا القلم لتوصلي لاهم قلم بفوتوا على نفس الاتش اس كود. ما فيني اجي اقول هيدا الاتش اس كود من الكماليات، بيجي بتطلع انه اليوم في جزء محدد بالطبقه الفقيره والشبه ميسوره بتقدر تستخدمه، والعكس صحيح، وهيدا بيطبق سواء على الالكول ولا على السيارات ولا على كل شيء. تماما هذا كان سؤالي، يعني هو ما ينطبق هنا ينطبق هناك على كل شيء بالتاكيد. طيب بدي اوصل قبل ما نفوت بفاصل اعلاني، لانه كمان عندنا زميلنا محمد فرحات عم بتابع عين الحلوة، لأنه عين الحلوة يبدو كمان في اشتباكات لا تزال حتى هذه الساعة، وفي رصاص عم يطير لخارج المخيم وعم بيصيب أهل صيدا ومدينة صيدا يلي هي يبدو أن الحياة فيها هلأ متوقفة على هامش الاشتباكات. وسيم منصوري أخذ قرار أول ما فات أول ما صار حاكم بعدم تمويل الدولة اللبنانية، وصار في الأزمة الكبيرة من وراء هذا القرار وتحرك الرئيس نجيب ميقاتي وإلى ما هنالك. أتى هذا القرار لوسيم منصوري بعد جملة من المحطات بدأت بواشنطن وانتهت بلبنان. ليه أخذ هذا القرار؟ هو منهم من يراه قرار جيد، بس أنا بدي أعرف منك ليه أخذ هذا القرار؟ وشو سياسته من هلأ لمثلا شهرين لقدام لما نوصل لوقت مثلا معاشات الدولة إذا ارتفع الدولار ما بقى تساوي شيء؟ أوكي. أولا أنا رح أحكي بهالموضوع كفكرة عامة، بالنهاية أنا
سعد نائب الحاكم أو الحاكم بالإنابة دكتور منصوري، وكل فترة عنده مؤتمر بيسلط الضوء على الأمور اللي حابب يحكي فيها. ولكن اللي بقدر أكد لك 100% أنا بتفق مع دكتور منصوري بنقاط، بختلف معه بنقاط تانية، وبالتالي الموضوع لأنه لا دفاع ولا حتى ذم باللي عم يشتغله. اليوم قرار عدم تمويل الدولة هو قرار للمجلس المركزي كليا، مش قرار بس لدكتور وسيم منصوري، يعني لنواب الحاكم ونحن. هيدا الموضوع أول شيء ياريت، هلأ عرفت في لجنة عم بتصيغ تعديلات بقانون النقد والتسليف، بتمنى يلحظوا المادة 91 بقانون النقد والتسليف اللي بتمنح لك تمويل للدولة ببعض الأمور لازم تكون مضبوطة قبل، ولكن للأسف ما كانت موجودة. هيدا المجلس المركزي ثلاث أمور من باب إنصافه فقط كان عم بيطالب فيهم. بمنصة صيرفة كان كلها اعتراضات عليها، وأكبر دليل كان يستخدم الحاكم المادة 75 و83 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي ما كان فيها قرار بمجلس مركزي واحد. يعني ما كان فيهم يعارضوا؟ ما كمان لا هيدا ما كنا معارضين، ولكن قانون النقد والتسليف فلاجران أو عنده مساحات واسعة ياخد فيها الحاكم قرار بدون ما يرجع فيه للمجلس المركزي. أستاذ محمد فيني وقفك عشان هاي النقطة، بس خليني كمل بس اثنين اللي رفضناه هون ووقفيني على الثلاثة. اثنين بما يتعلق بموضوع سياسات الدعم، نحن تعيننا بتصور بعشر حصيران، بعشرين آب كنا بعتين كتاب للدولة بهذا الموضوع، ما كان صرنا شهر ونص كان بعدها في بعض انفجار أربع آب. طيب اليوم هودي عفوا موثقين، مش أنا عم بيجي أقولهم. ثلاثة كمان من باب الإنصاف بما يتعلق بموضوع التدقيق الجنائي، طلبنا نحن تسليم كل المستندات المطلوبة بهذا النطاق. اليوم بتقليلي كان فيكم تعترضوا، بقول لك في كتير محلات كنا نعترض فيها وفي محلات لا، تنكون كتير واقعيين. ولكن اليوم مثلا دكتور سليم شاهين اشتغل كتير بالمنصة ويجب انصافه بهذا الموضوع بموضوع منصة بلومبرغ. استاذ بشير يقزان حكي بإدارة المخاطر اللي ذكرها تقرير ألفاريز وحكي بشكل كتير كبير، حتى حكيوا بموضوع الأسوبيز. استاذ أليكس ودكتور وسيم، ما رح احكي عن نفسي لما اكون عم بسمح لحالي يكون مثل واحد عم بيدافع عن نفسه او عم بيسوق لنفسه، ولكن القرارات اللي اتخذت بمجلس مركزي برفض ما كان يسمى بصيرفة وبالتدقيق ولا بموضوع الدعم أخذت بالإجماع، واليوم وقف تمويل الدولة أخذ بإجماع المجلس المركزي ولا رجوع عنه. أوكي. منهم من يعتبر بأنه نواب حاكم مصرف لبنان كانوا مستفيدين من كل التقديمات من كل المعاشات، بيقبضوا أكثر من 12 شهر، عندهم كل الامتيازات، ولكنهم إذا كان في اعتراضات، وأنا مش عم يعني نعم عم وافق كلامك، إذا كان في من اعتراضات اللي عم تقولها حضرتك لم تكن كافية على الأقل لرفع الصوت ولتحمل مسؤوليات كنواب الحاكم بحسب القانون والقول علنا للناس أنه نحن معترضين، وبالتالي منهم من فسر هذا الصمت على أنه قبول بقرارات حاكم مصر بن رياض سلامي. اوكي صحيح انه نحن شايفين انهيار بالبلد والبلد رايح وصيرفة والناس استعملت صيرفة تجيب كيس كيس مصاري على البنوك، صحيح يجمعوا مدري قد ايه على حساب انه الصيرفة كانت للناس تقبض شوي انه تحصل، صح. يعني $50 او $100 في ناس يروحوا هيك، صحيح. وناس يروحوا يجمعوا ملايين الدولارات تنصرف على صيرفة لانه كانوا يجمعوا مصاري لبناني، وحكام مصر لبنان كانوا ساكتين. لا لا أقول لك شغلة، أولاً المجلس المركزي رفض هذا الموضوع أختي موثق بالمحضر، واحد. اثنين برجع بكرر سيد جوزيفين، أولاً قانون النقد والتسليف عاطي كتير صلاحيات، عم بعطيكي 200 بالقانون خلي الشق القانوني يحكي فيهم 75 و83 هلا فيها سرية آخر شيء التداولات بمحاضر مجلس مركزي. ولكن اليوم اللي أنا بقدر أكد لك بالتأكيد، على أعطيكي مثال عني، أنا بكذا مرة قلت لهم أنا ما قادر أضبط تاجر قاعد بياخد على صيرفة وهو عم بيبيع على البلاك ماركت، كنت أتمنى، صح. على الحاكم وعلى المجلس المركزي وقفوا الدعاء وقفوا الصيرفة لكل التجار وتركوها لهالعسكري بس على معاشه اللي بيفرق 10% 15%. يمكن إذا بتسأليني هلأ بقولك أنا بضد بقى أنه نعطي بالدولار لما بقى فيها الهامش بين عفوا صيرفة ولا البلاك ماركت تقريبا قد بعض. ولكن اليوم برجع بكرر وبقول بالتأكيد سكوتهم بوقتها اللي حضرتك وصفتي مطلب محق يمكن للناس إنها تستفسر عن هالموضوع، ولكن بالحقيقة تا
تم إرسال 5 كتب لوزارة المال بهذا الموضوع. طيب هلأ شو عم يعمل؟ أخذ هذا القرار للحفاظ على ما تبقى من أموال في المصرف. صحيح. وش بده يعمل بموظفين الدولة والعسكر؟ ليك هلأ معاشات تكلفتها على الورقة والقلم 7 تريليون، يعني 7000 مليار. جيبات الدولة آخر شهرين كانت منيحة، قدرت جيبيت بحدود 20000 مليار بالشهر، يعني 20 تريليون. اليوم إذا منجي منطلع شو حاجات الدولة بقلك بعد أكتر من هيك بكتير. هو عم بيقول دكتور منصوري إنه أنا بدل هالسبعة تريليون لما كبهم بالسوق وبالتالي تزيد الكتلة النقدية اللي هلأ صارت 59000 مليار، كانت 81000 نزلت، وهو طالب من المصارف عدم ضخ أموال كتلة نقدية مالية بالسوق لما يزيد الضغط على الدولار، وهذا جزء اليوم من السياسة لاستقرار سعر الصرف لبناني. أيه. وحتى عم بيكون في تنسيق بينه وبين وزارة المال بهذا الموضوع حتى ما يكون كمان في ضخ أموال لمتعهدين وما شابه بالسوق. ولكن برجع بكرر، هاي كان عنا شهر 9 شهر 8 كان في سواح بالبلد، كان في دولارات، كان البلد عم يشتغل. هيدي حل ديمومي بقلك لا، الحل الصحيح هو اللي اقترحوه نواب الحاكم بجلستهم بمجلس النواب، ونحن بأول جلسة مجلس مركزي بشهر أيلول مباشرة أقريناها كخطة للمجلس المركزي وطالبنا فيها. بالتأكيد اليوم بده يكمل ولا لا، رأي شخصي هذا الموضوع لازال مدار نقاش حتى اليوم. أنا إذا بترجع إلى إلي بقليك ما بقى إلا معنى إذا أنا بعطيها وفرق عليها 5%، ولكن خليني شوف بالتأكيد شو انعكاسها على سعر الصرف وقديش حيكون عندي ضخ للكتلة النقدية. بس لنشرحها شوي للناس، نحن قبل الأزمة كانت كتلتنا النقدية كلها شي 6000 مليار، وصلت كتلتك النقدية 80000 مليار بالسوق. هلأ في تضخم كان؟ كان تضخم عالي، هلأ نزل لل 59000، من هيك محافظ شوي على الاستقرار بموضوع دولار. عم بيجيب دولار عم يقدر يمول فيهم حاجات الدولة، ولكن حاجات الدولة منا مسؤولية مصرف لبنان، هاي مسؤولية الدولة. وزارة المال. تروح تجبي مثل الخلق وتجيب اللي لازم تجيبه وتحط خطة نقدية صحيحة بهيدا القطاع لتقول أنا وين فيني جيب ضرائب على الناس اللي بتستحق تحط عليها ضرائب، وبترجع تمول الموظفين وغير الموظفين وأنا واحد منهم. أوكي، بس هلأ شو رح يعمل وسيم؟ بعدنا ما أخذ جواب. أخذنا عطينا أوكي على شهر واحد، هيدا الشهر الموضوع سيبحث بالمجلس المركزي. وبعد ما أخذ قرار أنه سيستكمل أنه القرار آخر تاعه هو قرار للمجلس المركزي وليس قرار بس فقط. إيه بس أنا الاتجاه العام يعني. أنا رأيي الشخصي بما يتعلق بموضوع دفع المعاشات لازال لليوم هو ملتزم فيها، ولكن برجع بكرر هيدا المحل مدار نقاش نحن وياه بهذا الموضوع. طب بعد الفصل قالنا رح نحكي نحن وياك، وبعدين شو؟ يعني بعد شهر شهرين بالتأكيد، لأنه هلا بلشوا شهر مدارس، الناس بلشت تتولول أصلا وفلوا المغتربين، يعني صحيح. احنا شو ناطرنا بعد شهر أو شهرين في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية يحاكي إذا بدك المجتمع الدولي؟ صحيح. فاصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا ولهذه الحلقة مع ضيفي، أهلا وسهلا فيك مجددا أستاذ محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد. كنا قبل ما نفوت بالفصل الإعلاني عم نحكي عن الدولار وعن منصة بلومبرج، ولنشوف قديش حاكم مصرف النقد والمصرف المركزي رح يبقوا يستمروا من بعد هذا الشهر بدعم المعاشات تبع الموظفين القطاع العام. هلا اللي بدي أسألك إياه هو، كنت نعم بداية الحلقة عم تقلي ما في بلد في عنده، يعني إذا بدنا نعمل مصارف جديدة بدنا نعمل على قليل إعادة هيكلة أو بدنا نوحد سعر هلأ إلى حد ما قال له أسعار صحيح، قال له قدي قال له. وبدي أرجع أسألك بحديث سابق بيناتنا كنت عم تقول إنه في طريقة ما يطلع الدولار، كيف؟ أوكي، في طريقة نوحد السعر؟ هلا في شغل عم ينشغل بموضوع. اول شيء منصه بلومبرج هي منصه واقعيه بتحاكي السوق بالعرض والطلب، وبالتالي بيكون مصرف المركزي مودريتور قادر يشوف وقادر يتدخل عند اللزوم لما بحس الامور بلشت تفلت
من طريق. من هيك لما ذكروا بخطته النواب الحاكم وبعدها صارت خطة مجلس مركزي، قالوا it's managed floating rate، يعني مش عم حرره بشكل كامل، عم ضل قادر اتحكم فيه. هي واحد. اثنين، وهي الأهم والناس بعدها لهلا ما اتطرقت لها، أنا بمنصة بلومبرغ بقدر إلحق كل تاجر قديش عم بيصرح ضرائب لوزارة المال. ليش؟ لأنه اليوم مش بس بتعطي شفافية، بكرة إذا بتجي ست جوزيفين بدها تستورد بقولوا لها جيبيلنا لبناني لنشتري لك ياهن على الدولار، بصير يبين قديش شارية وقديش عم تشتغل. بيجي آخر السنة بشوف بوزارة المال قديش مصرحة، بقدر ساعتها لاحق التهرب الضرائبي. وهيدي إذا وصلتها بوزارة المال بالطريقة الدقيقة، هيدي باب اليوم للأسف، لأنه معظم التجار، ما حأحكي عن عم يشتغلوا مثل ما لازم، معظم التجار اليوم استفادت بشكل هائل من الدولة مقابلة ما أدت مثل ما لازم وفق الأصول والقوانين ضرائبها للدولة. وعلى فكرة مثلا وقت لما منجي منحكي بما يتعلق ببلومبرغ وشفافية أكثر، الشفافية بتبلش أولا بنشر الأرقام، الشفافية بتبلش بسياسة المصرف المركزي، الشفافية بتبلش أكثر بشكل واقع بهالمصرف المركزي. ويوم دكتور وسيم عم يستقبل كل المعنيين بهذا الموضوع اللي عنده أي استضاحات، وحتى نحن كأعضاء مجلس مركزي وضعنا نفسنا بتصرف أي شخص بحاجة وفقاً للقوانين لأي طلب اليوم أو للقضاء لأي أمور بتتعلق سواء بالتدقيق الجنائي سابقاً أو أي شيء حالياً لنعطيها. طيب إذا خطتنا الشفافية لازم تبلش بهالمنصة. هاي المنصة بتضبط سعر صرف الدولار، أول شيء بقول لك لا، لأنه هيدي عرض وطلب وبالتالي، ولكن بتعطي سعر صرف الدولار الحقيقي. نعم. وهيدا المطلوب. قد ايه سعر صرف الدولار الحقيقي؟ هلا اليوم يعني هلأ في ناس بيقولوا مثلا انه يعني هلا ممكن يوصل لل 150 الف مع المغتربين من بعد ما فلوا، في ناس لا بيقولوا فينا نحافظ عليه على 90 الف. اليوم نحن لازلنا لليوم قادرين نحافظ عليه، وبعد لازم يكون بعد اقل، ويمكن ببعض المحلات لو ما اشترينا دولارات للدوله كان نزل سعر صرف الدولار بعد اكثر. كان نزل بعد اكثر اكيد. طيب بس خليك معي دقيقتين بس بدنا ننتقل باتصال مع زميلنا محمد فرحات من محيط عين الحلوة. محمد يعطيك العافية، عم بتتابع صار لك أكثر يعني من أول المعارك عم بتتابع هذه المعارك بعين الحلوة، اليوم يبدو أنه الوضع ما هدى بعد، تفضل. صباح الخير جوزيفين لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. يمكن الحديث يعني مثل كل أصبح يعلم أن اليوم الخميس تنقضي أو بلغت المعركة في عين الحلوة أسبوعها الأول، مساء هذا اليوم يكون قد مر أسبوع بالتمام على بداية هذه المعركة التي كانت قد بدأت الخميس الماضي. يوم أمس كان السيناريو عنيف جدا في مخيم عين الحلوة، خصوصا في ساعات ما بعد الظهر وساعات فجر هذا اليوم، وصولا إلى ساعات الصباح الأولى. يمكن الحديث أنه في هذا الوقت من هذا النهار خفضت حدة الاشتباكات في هذه اللحظات، يعني يمكن سماع بعض الطلقات النارية المتقطعة بين الحين والآخر، ولكن الحدة أو الحدية التي كانت تتحكم بالأجواء طيلة الساعات الماضية خفضت كثيرا. يمكن الحديث أيضا عن استخدام للقنابل المضيئة لأول مرة مساء يوم أمس في عين الحلوة، كنا قد تابعنا العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت استخدام القنابل المضيئة أو في عدد من الأحياء في المخيم، خصوصا في حطين وجبل الحليب، هذا المحور الذي يعتبر اليوم من أشد المحاور التي تقام فيها الاشتباكات، خصوصا وهي محاولة من قبل الطرفين أو جميع الأطراف المتنازعة داخل هذا المحور للسيطرة على حطين. سقطت يمكن القول بحسب مصادر عسكرية في حركة فتح بعض المراكز للجماعات الإسلامية في حطين، والاشتباكات التي تحصل هي بعد محاولة الجماعات الإسلامية استعادة هذه المراكز. الوضع بعين الحلوة لا يبشر بالخير، أكيد لا يبشر بالخير، الأمور ساعة بعد أخرى تتوجه إلى التصعيد، خصوصا مع فشل جميع الاتصالات والاجتماعات التي حصلت خلال الساعات الماضية. وفود من حماس تجول في هذه اللحظات على الرئاسات اللبنانية، وقد وصل منذ بعض الوقت عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى عين الدين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيستقبل بعد قرابة الساعتين من الآن أيضا عزام الأحمد، وذلك في محاولة أيضا لتطويق الإشكال الذي يستمر في عين الحلوة منذ 7 أيام وحتى هذا اليوم. اللافت كان زيارة قائد الجيش صباح هذا اليوم إلى صيدا وتحديدا إلى محيط مخيم عين الحلوة، أجرى بعد بعض اللقاءات في
فتنة مسغيب في على مداخل مخيم عين الحلوة، اطلع على أوضاع العسكريين في ذلك المركز، واطلع على أوضاع العسكريين في مختلف المراكز المنتشرة على طول مداخل عين الحلوة، وأيضا كان له اطلاع على أبرز ما يحدث. إضافة إلى ذلك يمكن الحديث عن الرصاص الطائش الذي طال منزل معروف أسامة سعد صباح هذا اليوم. رصاص طائش كانت أصاب منزله، ولكنه وعائلته نجوا من هذه الطلقات النارية التي طرقت منزله القريب من مكتب والده أمام أسامة سعد بالقرب من مدرسة الرهبات. إضافة إلى ذلك يمكن الحديث أننا الآن في وضع هادئ وحذر جدا، عدد من القتلى سقطوا منذ يوم امس وحتى هذا اليوم، يمكن القول بحسب بعض المصادر بانه سقط قتيلين لحركه فتح، وايضا قتيل من الهلال الاحمر الفلسطيني كان يعمل على اسعاف احد المصابين فسقط نتيجه تعرضه لثلاث اوعيات ناري. الاتصالات مستمره، الوضع حذر جدا في مخيم عين الحلوه، والانظار كلها ستتجه الى الساعات المقبله، هل تعود وترتفع حده الاشتباكات ام انه هذه الاتصالات وهذه اللقاءات التي طافت منذ صباح هذا اليوم يمكن ان تصل الى وقف او تثبيت وقف اطلاق النار، خصوصا اغتيال بالامس او مقتل خالد ابو عراج يوم امس، وهو ابن شقيقه اللواء اللينو الذي له يعني مركزه في مخيم عين الحلوه. نعم. ولكن يمكن القول بحسب بعض المناطق المقاطع الصوتيه التي تم التداول بها بانه لن يدخل حركه فتح، لن تدخل حركه فتح واللينو في اشتباكات مباشره، بل على العكس المشاورات مستمره بينهما من اجل يعني احتواء ما حصل والوصول الى يعني قرار مناسب بعدم الاشتباك بين الطرفين. هذا هو الوضع اكيد خلال الساعات هذا النهار سيكون لنا العديد من الجولات واللقاءات والمزيد من التفاصيل في الساعات المقبله. شكرا لك محمد فرحات، انتبهوا على حالكم، بالسلامة لكم ولكل الموجودين بصيدا ولكل أهل صيدا. بالحقيقة يعني الحياة بصيدا متوقفة، صح. المدارس مش عم تبلش بعد، يعني مدرسة الرهبات اللي هي حد المخيم وغير مدرسة الرهبات، الناس عم توصل عليهم هلا عم بعض المرضى نقلوهم من مستشفيات على مستشفيات تانية قريبة على باب المخيم. هلا عم نشوف انه الرصاص كمان عم يوصل على منازل الناس، منازل اهل صيدا. بنتمنى السلامة وانتهاء هذه الاشتباكات على امل، يعني لنشوف هلا وين بتنحط هيدي بالسياسة، هذا حديث تاني. بس انه قبل ما تخلص حلقتنا استاذ محمد كنا عم نحكي انه لو ما انصرف دولارات هالقد او لو ما انشرى دولارات كان نزل كان سعر ممكن نزل الدولار شوي، بس بيرجع بيطلع لانه الناس اذا اخذت على اللبناني حترجع تنزل على السوق. هيدا بس سوري، هيدا غياب الثقه. اليوم في حدا بالبيت بيكون معه مصاري كثير باللبناني ما بينزل يشتري فيهم دولار؟ ما حدا بيعمل، صح. هيدا غياب الثقه. جزء كبير اليوم من سعر الصرف ليه منقول منه هيدا السعر الصحيح؟ هو غياب الثقه. نعم. طيب شو ناطرنا في حال عدم انتخاب رئيس جمهوريه؟ قبل ما بدي اختم الحلقه معك، قبل ما اسالك عن الموازنه اللي جايه وعن الضرائب، اوكي، عن الضرائب وعلى شو يعني؟ أوكي. لانه بدنا نشوف السلع الغذائيه يلي هي كل البيوت بحاجه لها. هلا نحن حنبلش بدراستها، بلكي ان شاء الله هيك باطلاله ثانيه معك. اوكي، خليك معي بس، خليك معي. يغادر الموفد الرئاسي جان ايف لودريان بكركي بعد لقائه البطريرك مربشره بطرس الراعي تقريبا من اول الحلقه، يعني ل 45 دقيقه دام اللقاء بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي كان امبارح اكد انه مبادره الرئيس بري للحوار هي تنطلق من مبادرته ايضا للحوار، وان هذا الحوار هو ايضا توافق عليها اللجنه الخماسيه، وما من تضارب بين فرنسا والمملكه العربيه السعوديه في هذه المقاربه الرئاسيه. طبعا جان ايف لودريان يؤكد هذا الامر في نقاشاته مع النواب. ما بعرف إذا زميلنا توني منصور بينضم لنا، ما رح يطلع لأنه غادر الموفد الرئاسي الفرنسي من دون الإدلاء بأي تصريح بعد لقائه البطريرك. لنشوف بعد شوي أجواء هذا اللقاء، ما إذا كان استطاع لودريان إقناع البطريرك بمشاركة القوى المسيحية بهذه الحوار للوصول إلى الدعوة إلى جلسة مفتوحة. مجددا لألك أستاذ محمد، كنا عم نحكي عن الضرائب، عم تقول عم تدرسون هلأ؟
لا انا عم بدرس اللي بيتعلق بشق المواد الغذائيه. نحن وزاره الصناعه ووزاره الزراعه بدنا نشوف شو الصناعات المحليه اليوم اللي بتكفي السوق المحلي. اليوم في عندك برودكتس انت عم بتصنعيه بس ما يكون بيكفي السوق المحلي، بدنا نشوف شو هن اللي بيكفوا السوق المحلي تنقدر هودي نحميهم. كيف بدك تحميهم؟ اكيد بتكوني عم تفرضي ضرائب على بعض المواد المستهلكه المستورده، وبنفس الوقت تصنيف الموضوع باي الفاخر ولا كمان بحاجه لدراسه منطقيه وواقعيه اكثر لما تطال الفئه. ولكن بعد اهم من هيدا كلياته اليوم اللي ثاقبت وحكيت انا وياكي فيهم بما يتعلق بموضوع لوين رايحين قلتي بعد ما لوين رايحين. بدي احكي شوي عنك عن شغلك لانه عم بتمكنن العمل بالوزاره. هلا لوين رايحين قبل ما نختم بوزاره الاقتصاد؟ نحن اليوم بصراحه في عندنا 35 مليون دولار للادويه المستعصيه بشكل شهري بدها اياهم وزاره الصحه، رغم كل ملاحظاتنا عن موضوع عدم وصول دواء لمريض ولا لا، ولكن هذا الموضوع بصراحه موضوع انساني. ما فينا نشوف مريض مصاب بمرض مستعصي خبيث وما يكون قادرين حدا يامن له شيء. في 35 مليون دولار كانوا عم ياخذون من الاس دي ار، قريبا الاس دي ار بفلس، من وين بدنا نجيبهم؟ هي اولويه ممكن نضلنا اخذينها بعين الاعتبار. 35 مليون دولار بشكل شهري. نعم. اثنين، القوى الامنيه والعسكريه، اذا بعده هالعسكري واقف على اجري هيدا بولائه للوطن قبل اي شيء تاني. اليوم نحن المطلوب منا كل حاجات العسكر، كل القوى الامنيه دون استثناء، من طبابتهم لاكلهم لشربهم لنقلهم، هيدا الموضوع اولويه. غير هودة اثنين، رايي انا كشخص كمدير عام اقتصاد وكعضو مجلس مركزي ما عندي اي اولويات تانية، هيدا رايي الشخصي. هاو اذا سئلت بقول انا مع اني اليوم نكفي فيهم بطريقة ما نكون عم نمس بالاحتياط الإلزامي بالتوظيفات الإلزامية. باقي ما تبقى كلياته بتصور بمكان ما فينا نستغني عنه. قد ايه بعد فيه بالاحتياط الإلزامي؟ هلا دكتور منصوري كل فترة عم ينشر الأرقام، يعني كنا آخر مرة ب 8 مليار و 340 مليون دولار تقريبا، ينزل شوي تقريبا، يعني بعدنا بحدود 8 لهلا. برجع بكرر نحن ما رح نصرف ليره، يعني عم بقول حتى ال 35 مليون والمصاري تبعوا للعسكر هن من خارج ال 8 مليون. ايه اكيد اكيد، هدول عم يتامنوا من خارج موضوع الاحتياطات. هلا هيدا اللي واجبنا هلا نامنه، واجب اخلاقي موجود فينا بقلب بكل شخص بمجلس مركزي. وين رايحين بوزاره الاقتصاد؟ اليوم ست جوزيفين عم نشتغل على مشروع مكنني هلا بفيلم من عند حضرتك على الساعه 1:30 عنا اجتماعنا نحن واليو ان دي بي. بالمبدا اذا الله راد نحن باول فصل من ال 2024 18 خدمه بقلب وزاره الاقتصاد بتكون مكننه كليا، يعني مش بس تقديم الطلب، يعني بكره حضرتك اذا قاعده بالبقاع او بالجنوب او بالشمال بتفوتي اونلاين بتعبي الطلب وبتستحصلي على خدمتك دون المجيء على الوزاره. انا كمدير عام قدامك عم اقول التارجت اللي لإلي اني من هون لسنتين كون من اوائل المدراء العامين، لا بيشوفوا مواطن ولا بيمضوا ورقه، بنكون صنعنا مؤسسه، بنكون اعدنا الثقه اللي بلشنا فيها حلقتنا. اليوم بلشنا ب 18 خدمه، عندي لل 40 خدمه على امل اذا قدرت خلصت هيدا الديبارتمنت انتقل على الباقيين، تيصير اليوم المواطن بيقدر ياخذ خدمته بلا ما يتاثر بحضور لا وزير ولا مدير عام ولا موظف ولا اي شيء ثاني. هيك منبلش نعطي شفافيه اكثر لعملنا، هيك منبلش نستعيد ثقه المواطن بمؤسسات الدوله. نعم، على امل انه تحقق هذا الشيء وتنجزه، لانه في كثير معوقات. هلا معوقات خاصه عندي اشياء بالبنى التحتيه. بالبنى التحتيه بدي اشكرك، حكينا عن اكسبو قطر بس ما حكينا عن لندن. هلا كمان بتشبه اكسبو قطر، يعني كمان منتجات لبنانيه، والاهم هيدي منتجات اليوم اورجانيك عم تطلع، جلوتين فري، يعني عم يتصنع اشياء مميز اكثر من غيره. على امل برجع بكرر من ناشد اليوم حيكون قريبا عنا قطر، عنا كولون بالمانيا، بيرجع عنا بعض الدول عم نشتغل نحن وياهم. على امل هيدا الموضوع اذا الله راد يتابع مع الجميع. برجع بكرر كل منتج عم يصرف بالخارج عم يتثبت مقابيله مزارع وصناعي ببلدنا. بتعرف لما يعني اذا بسحلنا وقت للحديث عن كميه السلع والمنتجات اللبنانيه يلي عم تطلع من لبنان من بعد هذه الازمه، صح، بتلاقي انه في فرص كثير. صحيح، واللي بده يشتغل يعني بتعزز المبادره الفرديه. صحيح، بس على هامش وسريعا،
المبادرات الفرديه تحتاج الى شرك. هلا عم بيقولوا لي انه بالموازنه الجديده انه انك تعمل مبادره فرديه وتعمل شركات صغيره عم بحطوا عراقيل قدامها، يعني الشركات الصغيره عم بيزيدوا الرسم لتاسيس الشركات، ولكن مقابلها فيني اقول لك اليوم في حاضنات الاعمال بنسميها البزنس انكوبيترز او الستارت ابس عم بيكون في فاندز لهم هيدول، وانا من هون عبرك انت اكيد ست جوزيفين، اي اليوم شركات او ناس عندها هالمونة اللبنانية من ناشدها تواصل معنا تان شاء الله تكون موجودة خلال إكسبو قطر تنقدر نساعد قدر الإمكان على أمل بدولة بحاجة لاستعادة نمو اقتصادي تحط ضريبتها مش على اللي بده يأسس لنمو اقتصادي، على اللي عم يتهرب من ضرائب وعم بينزل بالنمو الاقتصادي. هلا هذه دعوة لكل أهل القرى إجمالا، هلا بيعملوا مونة وبيعملوا بالتأكيد هيدا المطبخ اللبناني مطبخ علامة فارقة ولازال صنع في لبنان علامة فارقة بتاريخنا المعاصر. شكرا لك محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد على حضورك معنا وعلى هذه الحلقة المنوعة، أملا بأنه فعلا أنه مثل ما قلت بأول الحلقة أنه يكون بآخر هذا النفق في نور أنه نطلع ونشوف يعني إن شاء الله ونشتغل على نهوض بلدنا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.